الحادي عشر من العاصمة طرابلس، نشرة الأخبار من التناصح، نبدأها بأبرز الأنباء. دار الإفتاء الليبية تستنكر محاولة اغتيال عبد الرحمن السواحلي. العربي الجديد تكشف استخدام الإمارات الأموال الليبية المجمدة لديها لدعم حفتر. حرس السواحل الليبي يضبط ناقلة تهريب وقود بالقرب من جزيرة فروة. السلام عليكم ورحمة الله. استنكرت دار الإفتاء الليبية محاولة اغتيال رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السواحلي من قبل من وصفتهم الدار بالعصابات الخارجة عن القانون. واعتبرت دار الإفتاء في بيان عبر صفحتها الرسمية محاولة اغتيال السواحلي عملا إجراميا لا يصدر إلا من أعداء الوطن الرافضين للأمن والاستقرار، حامدة الله على سلامة السواحلي والوفد المرافق له. وأشارت الدار إلى أن هذه العصابات وإن تظاهرت بحرصها على أهداف الثورة، فإن معيار الصدق في الحرص على الوطن وإقامة الدولة هو الالتزام بالقانون وتطبيقه. وأكدت دار الإفتاء الليبية أن هذه الحادثة تؤكد على أن هذه العصابات لا يردعها شيء عن إجرامها في سبيل الوصول إلى ما تريده، حتى مع من يسلك طريق التوافق ومحاولة التقريب. أبدى عميد بلدية غريان يوسف بدير استنكاره لحادثة تعرض موكب رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السواحلي والوفد المرافق له لإطلاق نار أثناء مروره بمنطقة القواليش متجها إلى مدينة يفرن. وأوضح بديري أن مغادرة رئيس مجلس الدولة باتجاه يفرن جاءت عقب اجتماع ناجح مع المجلس البلدي غريان وعدد من الشخصيات العامة بالمدينة. وأضاف العميد أن موكب السواحلي تعرض لإطلاق نار كثيف من عدة سيارات، كما تبادل فريق الحماية إطلاق النار مع المجموعات المسلحة، مما أسفر عن إصابة عنصرين من فريق الحماية وتعطل سيارة شرطة واحتجاز عنصرين من الأمن، جرى إطلاق سراحهما لاحقا. وكان موكب رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السواحلي قد تعرض لإطلاق نار أثناء زيارته لمدينتي غريان ويفرن. مدير مكتب الإعلام ببلدية غريان حامد النويصري أكد للتناصح أكد تعرض موكب رئيس مجلس الدولة لكمين مسلح وإطلاق نار في منطقة الغنايمة بالقرب من القواليش، مما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الأمن والحماية التابعين للمجلس الأعلى للدولة، وخطف اثنان آخران من عناصر شرطة تابعين لمديرية أمن غريان. فيما اتهم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الدولة عبر صفحته الرسمية اتهم عصابة مسلحة تابعة لعملية الكرامة في منطقة ظاهر الجبل بالعملية، مؤكدا أن عناصر الأمن والحماية قاموا بالتصدي للمهاجمين وهو ما أدى لفرارهم. وصل رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السواحلي وعدد من أعضاء مجلسه إلى مدينة غريان على متن طائرة عمودية للالتقاء بعدد من المسؤولين والفاعلين بالمدينة. وبعد اجتماعه غادرها إلى مدينة يفرن، وفي الطريق وقبل وصوله إلى يفرن تم الاعتداء عليه من قبل مسلحين في منطقة الغنايمة عند انتقاله إلى مقر البلدية. وقد استنكر المجلس على صفحته الرسمية المحاولة قائلا إن رئيس المجلس والوفد المرافق له تعرض لكمين مسلح وإطلاق نار من قبل عصابة مسلحة تابعة لعملية الكرامة في منطقة ظاهر الجبل. دار الإفتاء الليبية استنكرت محاولة الاغتيال واعتبرتها عملا إجراميا لا يصدر إلا من أعداء الوطن، وذلك في بيان لها على صفحتها الرسمية. السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر هو الآخر قال في تغريدة له عبر حسابه الخاص على تويتر إنه يدين جميع أعمال العنف، كما عبر عن صدمته من الهجوم وتمنى السلامة لكل المصابين. السفارة الإيطالية هي الأخرى أدانت العنف وقالت بأنه لا يمثل خيارا للشعب الليبي. السفارة الأمريكية كذلك أدانت الهجوم.
تفاصيل حادثة الاغتيال انفردت بها مديرية أمن ظاهر الجبل، حيث أكدت أن أفرادها شاهدوا رتلا مسلحا في منطقة الجواليش، وعند استيقافهم له نزل أشخاص يرتدون الزي المدني وقاموا بإطلاق النار على أعضاء الشرطة. كما ذكرت أن أفرادها اشتبكوا معهم وألقوا القبض على عنصرين مسلحين واحتجزوا سيارة شرطة وسيارة من نوع تويوتا، مؤكدة فرار باقي السيارات المسلحة حسب ما نشرته على موقعها بالفيسبوك. وبهذا يبقى باب التكهنات مفتوحا على مصراعيه حول ما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية في ظل غياب التنسيق الأمني. كشف مسؤول ليبي رفيع المستوى تفاصيل استيلاء دولة الإمارات على الأموال الليبية المجمدة لديها لدعم ميليشيات عملية الكرامة وتمويل قاعدة الخادم الإماراتية، بالإضافة إلى تمويل وسيلتين إعلاميتين تبثان من العاصمة الأردنية عمان. وقال المسؤول الليبي لصحيفة العرب الجديد إن الأموال الليبية تنهب بشكل مستمر من قبل أطراف ليبية، مشيرا إلى أن دولا مثل الولايات المتحدة وروسيا لها دور في السماح بتأسيس قاعدة الخادم جنوب المرج. وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الإمارات تستنزف الأموال الليبية لديها والمقدرة ب50 مليار دولار في شراء أسلحة وتدريب مئات العناصر المسلحة من ميليشيات حفتر. ما أن أزيل الستار عن حادثة اختفاء 10 مليارات يورو من الأموال الليبية المجمدة في المملكة البلجيكية، حتى برزت لسطح عمليات استيلاء كبرى تقودها دولة الإمارات للأموال الليبية لديها لدعم ميليشيات ما يعرف بعملية الكرامة. مسؤول ليبي رفيع المستوى كشف لصحيفة العربي الجديد عن تفاصيل تلك العمليات، حيث أوضح أن الأموال الليبية لدى الإمارات تستخدم في تمويل قاعدة الخادم العسكرية جنوب المرج، بالإضافة إلى شراء أسلحة لصالح شركة أريس سيكوريتي فيكلز في أبوظبي وشركة مينيرفا سبيشال بورس في دبي من دول عدة كروسيا وأوكرانيا وكندا. ووصف المسؤول الليبي قضية تمويل قاعدة الخروبة أو ما أصبحت تعرف بقاعدة الخادم بالملف الغامض، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وروسيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي أعطت الضوء الأخضر للسماح بتأسيسها، وذلك لارتباطها بمصالح سياسية من ورائها. المسؤول الليبي أضاف أن الأموال الليبية المنهوبة من قبل الإمارات لم تقتصر على تلك المودعة في حسابات رسمية من قبل سلطة معمر القذافي، لكنها تتعدى ذلك إلى أيام الثورة الأولى، حيث عمد مسؤولون موالون للقذافي وقتها إلى تهريب مبالغ مليونية من ليبيا إلى حسابات خاصة في أبوظبي ودبي، بينهم نجله سيف عبر مندوبه الخاص في الإمارات محمد إسماعيل. ولم تكتفي الإمارات بدعم ميليشيات الكرامة عسكريا وسياسيا، بل وصل الأمر إلى دعمها إعلاميا، حيث أكد المسؤول الليبي تمويل الإمارات لقناتين فضائيتين ليبيتين بالكامل تعملان من العاصمة الأردنية عمان بملايين الدولارات. المسؤول الليبي أشار أيضا إلى أن فوضى لجان متابعة الأموال الليبية المجمدة في الخارج بقرار أممي منذ عام 2011، والتي وصلت إلى 50 لجنة خلال السنوات الثلاث الأول من عمر الثورة الليبية، سهلت عمليات النهب والنقل غير القانوني من قبل عدد من الدول ومنها الإمارات، التي دعمت بشكل كبير 4 لجان مؤلفة من شخصيات فاعلة في النظام السابق، واستفادت من علاقتها مع دول عدة كبنين وجنوب إفريقيا وروسيا لنقل أجزاء من هذه الأموال إليها. ومع تواصل غياب الرقابة على الأموال المجمدة في الخارج وعجز السلطات المتعاقبة في ليبيا على استرداد تلك الأموال واستخدام البعض منهم لتحقيق غاياته، تبقى الأصول الليبية في المصارف الدولية رهينة بأيدي دول وحكومات لا ترقب في الليبيين إلا ولا ذمة.
نفذت الكتيبة 106 التابعة لميليشيات الكرامة بقيادة صدام نجل المجرم الحرب خليفة حفتر، نفذت حملة اعتقالات واسعة شملت ضواحي بنغازي وحتى منطقة الهلال النفطي. وقالت مصادر مطلعة إن الكتيبة لديها أوامر مباشرة من حفتر باعتقال أي مشتبه به يمكن أن يتسبب بإحداث فوضى أمنية في المناطق التي يسيطر عليها حفتر، مؤكدة أن المعتقلين بالعشرات. وبحسب تلك المصادر فإن حفتر يكثف في الآونة الأخيرة من لقاءاته مع زعماء قبائل الشرق في محاولة منه للتقرب من جديد منها. كان آخرها لقاؤه بزعماء قبيلة المغاربة المعروفة بدورها الكبير في تسليم منطقة الهلال النفطي التي تعتبر من أراضيها. قال الناطق باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم الخميس إن حرس السواحل الليبي التابع للقوات البحرية الزورق رأس جدير ضبط ناقلة نفط على بعد 8 أميال شمال بوكماش بالقرب من جزيرة فروة غرب البلاد. وأضاف قائلا إن ناقلة النفط كانت تحمل اسم لامار وتحمل علم التوغو وعلى متنها طاقم من 8 أشخاص جنسيتهم يونانية، مؤكدا أن الناقلة كانت تشرع لتهريب شحنة من الوقود بالقرب من السواحل التونسية. أكد رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي المكلف صديق الصور أكد أن المدعو أسامة جدران موجود في مكتب النائب العام وهو الآن قيد التحقيق بسبب تورطه في قضايا إقفال النفط وقضايا إرهاب. وأوضح الصور خلال مؤتمر صحفي أن مكتب النائب العام أصدر مذكرة اعتقال في حق شقيق الجدران إبراهيم، لافتا إلى أنه تم تهريبه من مدينة نالوت بمشاركة أشخاص من ورشفانة وفتح تحقيق بشأن ذلك. وعن قضية السفينة اليونانية ذكر الصور أنه بالنسبة لتوريد الأسلحة عبر الموانئ بالمنطقة الغربية لم تكن هذه المرة الأولى التي تأتي فيها إلى ليبيا وتعاملها مع وزارة الداخلية والقضية قيد التحقيق. وأشار إلى أن مصفاة الزاوية أكبر منفذ لتهريب المحروقات النفطية. وفي سياق ذي صلة قال رئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور إن مكتب التحقيقات يتابع الفساد المالي خارج ليبيا على يد مسؤولين تابعين للدولة قبل أو بعد 2011، وأنه قد صدرت أوامر قبض في حق 13 موظفا من محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار وغيرها. وأوضح الصور في مؤتمر صحفي الأربعاء أن المكتب فتح حسابا خاصا وأودع فيه الأموال المحتجزة في قضايا فساد والتي بلغت 400 مليون دينار ليبي. أشاد فضيلة مفتي الديار الليبية الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني أشاد باستنكار قبيلة العبيدات للفرقة بين الليبيين ودعا بقية القبائل أن تحذو حذوها، مؤكدا على أن كل من يدعو إلى فرقة ليبيا وتقسيمها يجب أن ينبذ. وتنبذوا من يدعو إلى الفرقة، عليكم أن تنبذوه ولا تقبلوه سواء كان في الشرق ولا في الغرب ولا في الجنوب، لابد أن ينبذ من يدعو إلى فرقة ليبيا وإلى تقسيمها، لابد أن يكون يعني لا مكان له ولا يقبل ولا يعني لا يقبل منه لا صرف ولا عدل. وحدة ليبيا وجمع كلمته هذا على رأس القائمة، هذا أول شيء، ثم بعد ذلك نتفاوض فيما بعد. أما أن نسمح لأنفسنا بأن يطلع يخرج لنا واحد يعني ولا ثلاثة ولا أربعة من برلمان طبرق ويدعونا إلى الفرقة وإلى الانقسام وإلى يقول إقليم برقة واحدة وإقليم كذا واحدة ونريد حدودنا كذا ونريد نفط كذا، فهذا والله من الفتن العظيم ومن الشر العظيم. وإني أشيد وأكبر في قبيلة يعني قبيلة العبيدات الذين أخرجوا بيانا استنكروا في هذه الدعوة النشاز
الدعوة للتقسيم استنكروها ونبذوها. ودعا فضيلته الليبيين بأن يطالبوا بحقوقهم ويرفضوا الظلم ويخرجوا للميادين ولا يسكتوا، مشيرا إلى أن الليبيين قد كابدوا وعانوا للحصول على حقوقهم فلا يجب أن يضيعوها. دعونا إليه مرارا وتكرارا وقلنا للناس بدل من أن تذلوا أنفسكم، كل أهل ليبيا عليهم من قاموا ضد القذافي وانتزعوا حريتهم واستردوا حقوقهم، قلنا لهم لا يجوز لكم أن تفرطوا فيها الآن بعد أن ملكتموها وتتركوها رخيصة هكذا، يعني يذلون الناس في ليبيا من أقصى إلى أقصى، يذلون حقوقهم ضائعة، يرتكبون حتى الانتحار، يدخلون البحر من أجل أن يعالج أخاه، يعني يجلسون أمام المصارف بالأيام وبالليالي، الخدمات منقطعة عنهم، الكهرباء منقطعة عنهم، المرتبات متأخرة، المرتبات متدنية، ظلم وقهر ومداهمات وسجون خارج القانون، يعني ظلم لا أول له ولا آخر. وفي شأن آخر قال سماحة المفتي إن على الليبيين أن يجتمعوا على إرجاع المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم وليس في معسكرات داخل ليبيا. ما يجري الآن من الناس الذين يتولون أمر الإشراف على الهجرة غير الشرعية، أقول لهم أعمالكم هذه لا تجوز، الواجب عليكم من ضبطتموهم من هؤلاء سواء كانوا أنقذوا من البحر أو ضبطتموهم، الواجب عليكم ألا تعيدوهم إلى معسكرات يعني يعيشون فيها ويرفهون فيها، بل عليكم أن تسفروهم إلى بلادهم، هذا هو الواجب القانوني والواجب الشرعي، لأنهم أضروا ببلادكم وأفسدوا بلادكم، ولا يجوز لبلد مهما كانت يعني بلغ بها الفقر ولا الحاجة، تشاد ولا النيجر ولا غيرها، لا يجوز لها أن تفتح علينا أبواب الشر. أكد آمر وضباط غرفة عمليات البنيان المرصوص الثلاثاء أكدوا على أن خطر التنظيمات الإرهابية لا زال قائما في بعض مناطق ليبيا، مطالبين بتوفير الإمكانيات والدعم اللازم للقضاء على هذه التهديدات بشكل نهائي. وحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة فإن قادة عملية البنيان المرصوص انتقدوا خلال لقائهم برئيس المجلس، انتقدوا تجاهل السلطة التنفيذية لتضحياتهم وعدم الوفاء بواجباتها، مجددين دعمهم الكامل لقيام دولة المؤسسات والقانون بعيدا عن محاولات العسكرة أو الابتزاز التي تقوم بها بعض الأطراف. أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي على ضرورة التنسيق مع القوات المتمركزة في المدينة لاستقبال القوة الأمنية المكلفة من المجلس الرئاسي المقترح. الخيالي في تصريح صحفي الأربعاء أشار إلى أن المنطقة لا تحتمل فتح جبهة جديدة للخلافات الداخلية، مرحبا بالجهود التي تساعد في ترتيب الأوضاع الأمنية والسياسية في الجنوب حسب وصفه، مضيفا أنه أوضح ما يجري في سبها خلال لقائه بالمبعوث الأممي غسان سلامة. ونوه الخيالي إلى أن الخلاف الدائر في الجنوب هو حرب مع أطراف خارجية هدفها سياسي وليس مع أطراف قبلية. تعهد مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة تعهد بدعم الجهود أو جهود اللجنة الوزارية التي أنشأها الرئاسي المقترح بشأن الأحداث التي يشهدها الجنوب الليبي. واستمع سلامة خلال لقائه ممثلين عن اللجنة في طرابلس الأربعاء إلى أهداف اللجنة الوزارية التي تتضمن الحد من التوتر في الجنوب وتسهيل تقديم الخدمات والعمل على تحقيق المصالحة بين الأطراف المتنازعة. تصريحات أطلقها الناطق باسم الحكومة المقترحة ويصف الأحداث الشائكة بسبها ومحاولات لحلحلة الأزمة هناك، تحركات شهدتها الساحة الليبية هذه الأيام، فبعيد تكليف لتشكيل قوة لفرض الأمن في الجنوب تحرك الرئاسي صوب الجهات المعنية مع ضباط السلاح الجو الليبي، وبحث اللقاء سبل تقوية وتطوير سلاح الجو من ناحية الجاهزية والقدرة على الانتشار لتأمين الحدود الليبية.
من جهته ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي مع قادة عملية البنيان المرصوص توفير الإمكانيات والدعم اللازم للقضاء على التنظيمات الإرهابية في كافة أنحاء ليبيا، في حين تتواصل الوفود إلى مناطق النزاع لحلحلة الأزمة وإيجاد الحلول لإنهاء حالة التوتر الأمني هناك، حيث كان آخرها قيام وفد من الحكماء والأعيان من المنطقة الغربية بزيارة مدينة سبها للوقوف على آخر المستجدات التي تشهدها المدينة ومناقشة المشاكل التي تواجه الجنوب بشكل عام وسبها بشكل خاص، والتي لازالت تشهد اشتباكات متقطعة في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع تحذيرات للبعثة الأممية في ليبيا من تزايد وجود المجموعات المسلحة في الجنوب، الأمر الذي ينذر بخطر يعرض المنطقة لمزيد من التصعيد. أصبح الجنوب الليبي أحد أبرز الملفات المطروحة في الآونة الأخيرة، حيث تسلطت الأضواء على هذه المنطقة نتيجة تجدد الصراعات القبلية وتدخلات من قوى أجنبية عدة تسعى لتقسيم ليبيا وتفكيكها حتى تحكم السيطرة عليها. فهل تنجح الجهود في إعادة استتباب الأمن في المناطق الجنوبية؟ داهم عناصر جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية ببلدية صرمان الخميس داهموا وكرا لعصابة معروفة بالنمر وإخوته، هذا وتمت المداهمة بالتعاون مع جهاز الشرطة العسكرية والقوى المساندة من كتيبة 54 وأفراد من قبيلة المحاجيب، وبناء على معلومات وردت في تحقيقات عدة قضايا قتل وخطف، من أبرزها قضية خطف أطفال الشرشاري، وبالتعليمات من النائب العام بضرورة القبض على عناصر العصابة، هذا وأسفرت المداهمة عن مقتل كل من أيوب ومجدي وماجد وأشرف ومصطفى المحجوبي وانتحار مراد مصطفى المحجوبي وإصابة النمري مصطفى المحجوبي بإصابة خطيرة جدا. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل. حملة توعوية للتعريف بالغذاء غير الصحي المتداول بين أفراد المجتمع الليبي. الجيش النظامي جيش منظم تحصل أفراده على تدريب عسكري في الكليات العسكرية والحربية، جيش له قوانين عسكرية وعقيدة حربية، لديه تراتبية عسكرية في أخذ الرتب وطاعة الأوامر، يكون ولاؤه لله ثم للوطن. إذا في مصر تقرر شيء أنا معها حتى ولو في غير مصلحتنا. يحمي شعبه من أي عدوان عليه، يحافظ على السيادة الوطنية لدولته. الجيش يكون تحت السلطة المدنية ويأتمر بأوامرها. الرتب العسكرية تمنح بالتقادم وبتراتبية نظامية. لا تمنح رتبة عسكرية لشخص يحمل جنسية غير جنسية الجيش التابع له. Oh,
أهلا بكم مجددا. أكد وزير الحكم المحلي بالحكومة المقترحة بداد غنصو من داخل مستودع البريغا النفطية على انطلاق أولى مراحل تزويد الجنوب الليبي بالوقود بمختلف أنواعه، مضيفا بأن الترتيبات الأمنية قد استكملت لضمان سير عملية التزويد على أكمل وجه. السلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. طبعا من داخل مستودع البريغا كما تم في الاجتماع السابق بحضور السيد مدير عام شركة البريغا والسيد الهجرسي المنسق لتوزيع الوقود، نحن اليوم بالفعل نبدأ على الأرض بانطلاق أول مرحلة لتزويد الجنوب الليبي بمشتقات النفط بالبنزين والنافتة. نتمنى من الله العلي القدير أن يوفقنا وأن الناس تؤتمن على حياتها أثناء توجهها إلى مدينة سبها أو الجنوب الليبي. تم كل الترتيبات الأمنية في اتجاه الجنوب الليبي. أكدت شركة البريغا لتسويق النفط والغاز وصول ناقلة الوقود ريزبون إلى ميناء طرابلس البحري الخميس. الشركة على صفحتها الرسمية بالفيسبوك قالت إن الناقلة ريزبون محملة ب33.5 مليون لتر من الوقود، وذلك لتوفير احتياجات السوق الليبي من الوقود، مبينة في الوقت ذاته استمرار تزويد محطات الوقود بشحنات الوقود اللازمة. وقفت وزارة التعليم بالحكومة المقترحة قرار بعثة طلاب للدراسة خارج ليبيا لمخالفتهم لائحة الإفاد وتعديلاتها فيما يتعلق بشرط عمر الموفد. الوزارة في قرار لها اطلعت عليه التناصح أوقفت 670 بين طالب وطالبة تختلف درجاتهم العلمية بين الدكتوراه والماجستير، كما تختلف تخصصاتهم بين الأدبية والعلمية، وتتراوح أعمار الطلبة والطالبات الذين كان من المفترض أن يوفدوا إلى بلدان عربية وغير عربية بين 40 و65 عاما حين صدور قرار إفادهم، وذلك قبل 5 سنوات من الآن. هذا وكلف وزير التعليم المفوض بالحكومة المقترحة عثمان عبد الجليل كلف مراقبي ومدراء مكاتب التعليم بإحالة كشف بأسماء المتغيبين عن العمل دون إذن قانوني إلى ديوان الوزارة. عبد الجليل وفي قرار الله نشر على الصفحة الرسمية للوزارة الأربعاء أوضح أن القرار جاء لتطبيق نصوص قانونية تتعلق بتنفيذ أحكام الخصم من المرتب والفصل في حالة تجاوز أيام الغياب المخالفة للمدة القانونية المنصوص عليها. هذا وتشهد بعض المدارس داخل العاصمة وخارجها إضرابا لعدد من المعلمين احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم المتمثلة في رفع المرتبات والتأمين الصحي. أكد تجمع النقابات والاتحاد الوطني لعمال ليبيا دعمهم الكامل لمطالب نقابة المعلمين، مؤكدين تأييدهم لحق النقابة في الاحتجاج والاعتصام بما يكفل تلبية مطالب المعلمين. النقابات والاتحاد في بيان لهم عقب اجتماعهم بنقابة معلمي طرابلس أكدوا عزمهم تصعيد وتيرة الاحتجاج والدخول في اعتصام عام مفتوح على عدم الاستجابة لمطالب المعلمين. وأشارت النقابات والاتحاد الوطني لعمال ليبيا إلى أن الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية واتفاقية حرية العمل النقابي للمعلمين تكفل حقهم في الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم وفق نص البيان. أكد المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء أحمد مصطفى أنه قد تم تلبية كل الطلبات على الطاقة الكهربائية في البلاد دون أي عجز يذكر، مضيفا بأنه قد حدث استقرار في المنظومة الكهربائية في النصف الثاني من الشهر الماضي. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود العاملين بالشركة العامة للكهرباء مع في النصف الثاني من شهر فبراير حدث استقرار كبير في المنظومة الكهربائية، والحمد لله تم تلبية كل الطلب على الطاقة الكهربائية بالكمال دون أي عجز يذكر.
وأبدى المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الشركة صباح اليوم الخميس عن استعدادات الشركة لفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وأن هناك العديد من الوحدات المتوقفة والخارجة عن الخدمة بمحطات الطاقة منذ فترة طويلة يجري العمل على صيانتها وإدخالها للخدمة. بالنسبة لاستعدادات الشركة خلال فصل الصيف، طبعا جاري العمل على أولا إتمام الصيانات اللازمة والكشوفات الدورية لوحدات الإنتاج كما قلنا لتجهيزها للعمل بكامل طاقتها خلال فصل الصيف إن شاء الله. أيضا هناك العديد من الأعمال التي تتم لأجل صيانة بعض الوحدات المتوقفة من فترات طويلة، والتي من أهمها الوحدة الغازية الرابعة في محطة توليد الزاوية للدورة المزدوجة. جاري العمل على استبدال محول الوحدة الذي خرج عن الخدمة نتيجة لوجود عطب به من قبل الذروة الشتوية. الآن الحمد لله جاري العمل على استجلاب المحول، محول جديد للوحدة، وبالتالي إن شاء الله حتكون مشاركة معنا خلال فصل الصيف بقدرة إجمالية مع مولد البخار لها حوالي 220 ميجاوات. وعن أوضاع الشبكة في الجنوب قال أحمد مصطفى بأن انقطاعات الكهرباء استمرت في الجنوب رغم تحسن المنظومة الكهربائية في الشمال، مضيفا بأن الحل الجذري بالجنوب يتطلب استكمال محطة أوباري الغازية. المدة الماضية الأيام الماضية وبعد تحسن الوضع زي ما قلنا في النصف الثاني من شهر فبراير الماضي استمرت في الجنوب الانقطاعات بعد حتى تحسن الأوضاع في المنطقة الغربية والشرقية والمنطقة الشمالية بصفة عامة. في المنطقة الجنوبية استمرت إلى 10 أيام تقريبا أو 8 أيام استمرت الانقطاعات. حنحاول نوضح لكم ولو باختصار مشكلة المنطقة الجنوبية. طبعا المنطقة الجنوبية لا يوجد محطات إنتاج للطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية. أحمال المنطقة الجنوبية تعتمد بشكل كامل على التوليد الموجود في الشمال لتغذية أحمال المنطقة الجنوبية عبر خطوط نقل الطاقة الرئيسية اللي تربط ما بين الشمال والجنوب. هناك طبعا العديد من المشاكل الفنية. أولا الحل الجذري لمشكلة الجنوب هو توطين أو وجود إيجاد محطة توليد في المنطقة الجنوبية، وكانت محطة أوباري الغازية تفي بالغرض وتنهي معاناة الجنوب إلى حين. لكن للأسف الشديد مع توقف المحطة تكثر المشاكل في المنطقة الجنوبية عند زيادة الطلب على الطاقة. يعني تو احنا الآن الحمد لله ما فيش مشاكل في المنطقة الجنوبية، لكن مع ارتفاع درجات الحرارة واللجوء إلى تشغيل المكيفات حتبدأ المشكلة في الجنوبية قبل المنطقة الشمالية. قالت أخصائية التغذية فريدة المحجوب التابعة لإدارة الخدمات الصحية طرابلس بأنهم في صدد إقامة حملة توعوية للتعريف بالغذاء غير الصحي والمتداول بالمجتمع الليبي والضار بصحة الإنسان وسط إقبال متباين من قبل المواطنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نحن ضمن لجنة التغذية أخصائية التغذية فريدة المحجوب نتبع لإدارة الخدمات الصحية طرابلس. اليوم قررنا أن نحن نديروا حملة توعية للمجتمع الليبي بخصوص الأكل الصحي والأكل المتداول في المجتمع الليبي، وقررنا نحن نحاولوا أن نحن ننصحوا بالابتعاد على الفاست فود والأكلات الغير صحية، والنظام هذا كله طبعا في مجموعة كبيرة من الناس كانت واعية وانتبهت معنا للموضوع، وفي ناس ما كانتش ان هي عندها رغبة ان هي تتعرف على الموضوع. فموضوعنا اليوم هو توعية وتثقيف صحي للغذاء. قال مصدر مطلع على تحقيق لوكالة رويترز الخميس 15 مارس ان قاضيا فرنسيا اصدر مذكرة اعتقال بحق ابنة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز. مجلة لوبوا التي كانت أول من أورد نبأ صدور مذكرة الاعتقال قالت إن الأمر يتعلق بواقعة حدثت عام 2016
اعتقل فيها حارس شخصي للأميرة حصة بنت سلمان، وهي شقيقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للاشتباه في ضربه عاملا في شقتها بباريس إثر التقاطه صورة للغرفة المطلوب تجديدها، فأثارت الأميرة واتهمته بالتخطيط لبيع الصور لوسائل الأعلام، وقامت بسبه وأمرت الحرس بضربه واحتجازه. إلى أخبار البلديات نتابع. التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع عميد بلدية طرابلس المركز عبد الرؤوف بيت المال، حيث جرت دراسة أوجه التعاون بين المؤسسة والمجلس البلدي طرابلس، كما تمت مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل المجلس وتأثير الأزمة الاقتصادية على إكمال بعض المشاريع ومدى إمكانية المؤسسة الوطنية للنفط في الإسهام بهذه الأعمال. طلب عدد من المزارعين بمنطقة سمنو بوضع حلول جذرية لانقطاع التيار الكهربائي المستمر عن مزارعهم الواقعة خلف المشروع الزراعي بسمنو، وقد ناشد المزارعون المجلس البلدي وحكماء المنطقة ووزير الكهرباء بضرورة التدخل العاجل والسريع لإنقاذ مزارعهم. يذكر أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي تعد من المشاكل الرئيسية التي تواجه وترهق كاهل الفلاحين والمزارعين بمنطقة سمنو، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف. تواصل شركة الأشغال العامة المكلفة بتنفيذ مدخل محلة جرج التضامن تركيب مواسير تصريف الأمطار للتهرئة لرصف المدخل واستكمال أحد المختنقات المتعاقد عليها بين الشركة والمجلس البلدي حي الأندلس. وفي ذات السياق قامت فرقة إزالة الأتربة التابعة لفرع الشركة بحي الأندلس بإزالة الأتربة بطريق غوط الشعال وطريق قرقارش وبعض الأماكن بالبلدية. أنهت بلديات التراث العالمي الليبية الخميس فعاليات اجتماعها الثالث في بلدية صبراتة تحت شعار بناء مكونات الاتحاد، وذلك بمشاركة بلديات الخمس وشحات وغدامس وغات وصبراتة. وحسب ما أعلنت بلديات التراث العالمي الليبية، فقد تضمن الاجتماع ندوة علمية حول الآثار في ليبيا وكيفية حمايتها من السرقة والتخريب والمحافظة عليها. وتسلمت بلدية صبراتة رئاسة الاتحاد من بلدية الخمس لتتولى مهمة الإشراف على الاتحاد وبناء مكوناته وإصدار القرارات واللوائح المنظمة لعمله. أقيمت الخميس ورشة عمل حول منح برنامج فولبريت بقاعة التدريب بمكتب التعاون الدولي في جامعة صبراتة. وألقى فعاليات الورشة محمد همومة، وهي ورشة عمل تقدمها السفارة الأمريكية للطلبة الليبيين الراغبين في إكمال درجة الماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية للتعريف بجميع النقاط والمعلومات المهمة حول عملية التقديم لهذه المنحة. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية. قبل الختام تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من أنباء. دار الإفتاء الليبية تستنكر محاولة اغتيال الدكتور عبد الرحمن السواحلي. صحيفة العربي الجديد تكشف استخدام الإمارات الأموال الليبية المجمدة لديها لدعم حفتر. حرس السواحل الليبي يضبط ناقلة تهريب وقود بالقرب من جزيرة فروة.
وتابعتم أيضا حملة توعوية للتعريف بالغذاء غير الصحي المتداول بين أفراد المجتمع الليبي. إليكم أطيب المنى، تصبحون على خير.